لا تخافين خالتي، انت في امان. مشكور يا دكتور. هسه انا حاسه، هسه اني تعبانه وفيني النوم. بسيطه خالتي، بالعكس النوم مهم، وهذه اقراص انا جايبهم لك مخصوص زين تحطين بالك وتاخذينهم في الوقت المناسب. ها مشكور يا دكتور، هذا كله من فضل الله ثم فضلك. المهم انك تغيرين الاماكن، ها حاولي تحطين بالك على نفسك اكثر. خالتي انت ما عندك صديقات تزورينهم؟ بله صديقتي طيبة وهي قريبة على قلبي.